ومستعجل خلينا ناخذه على التليفون قبل ما يروح من عندنا، صعدنا حتى على السطح اليوم. تفضل. اوكي كابتن باسل اذا ينضم الينا الان عبر الهاتف من بانكوك المدير الاداري للمنتخب الوطني الكابتن باسل جورجيز. كابتن باسل اهلا ومرحبا بك، هل اكتمل عقد اللاعبين المحترفين بالانضمام الى صفوف المنتخب؟ مرحبا عليك استاذ حسام، ومرحبا على ضيوفنا كابتن بسام وكابتن اركان وسيد سامي. نعم. العدد مكتمل اليوم، والوحده التدريبيه الرئيسيه اليوم كانت انتهت قبل ساعه حوالي. نعم. كان متواجدين كل اللاعبين 21 لاعب، اللاعب اللي وصل اليوم كان ساعه حوالي ساعه 2 الساعه 3 الظهر في توقيت بانكوك. نعم. هو اللاعب علي عدنان. أه. فإن شاء الله نعم إن شاء الله غدا عندنا وحدة تدريبية واحدة في الملعب الرئيسي من ساعة 7 إلى 8، ومن بعد غد إن شاء الله نتهيأ لمباراتنا مع تايلاند. الأجواء بعد يعني هل هي أجواء رطبة ماطرة أم ماذا يعني الجو في تايلاند الآن؟ أكيد يعني ماطرة ورطبة فعلا، يعني اللاعبين كلهم مندفعين وإن شاء الله كلهم بصحة جيدة، والحمد لله ما عندنا أي إصابة في صفوف المنتخب الوطني. طيب ماذا بالنسبة للاعب أحمد ياسين؟ يعني أخ باسل الكل تتفق أنه طريقة يعني مع يعني التحفظ على طريقة إدارة أحمد ياسين للقضية، الكل تتفق أنه الرحلة طويلة والمفروض قبل فترة أنه يتم الحجز إليه، يعني ومن حقه أنه يحجز بدرجة رجال أعمال مثلا، لأنه يقعد واحد مقمط 17 ساعة شوية صعبة وكلاعب وراء لعبة مهمة بيوم أو يومين. والله يا استاذ حسام انا متفق ويا الجميع بهذا الشيء. نعم. يعني ما لا غبار عليه انه 16 17 ساعه الرجل تذكرته ويقطع التذكره من ستوكهولم الى بانكوك انا معاهم. نعم. بس القرار الاولمبيه هو هذا، يعني مو بايدي ولا بيد الاتحاد ولا بيد اي واحد. صحيح. يعني هو هذا قرار اللجنه الاولمبيه، والقرار اللجنه الاولمبيه جاي من رئاسه الوزراء ايضا. هذا القرار السابق، القرار القديم وكان باستثناء جاستن ميرن. مو هناك استثناء جاستن؟ وجاستن ما في موافقه خاصه عليه. طيب. انه يطير من امريكا انه مسافه حلو. اكثر حوالي طارتين يعبر الى نيوصلات مثلا. فهي هاي انه فهو هذا العائق، هو شنو الفرق انه احنا متفقين كلنا انه صحيح. رحله طويله فعلا رحله طويله. بس اذا القرارات هي صادره من حكومه العراقيه. طيب الوزير السيد الوزير عبد الحسين عبطان هو ممثل الحكومه، السيد وزير شباب والرياضة. نعم. هو ممثل الحكومه والرجل ابدى استعداد انه يحجز درجه رجال اعمال. بس واتصل حتى بالاتحاد، ليش يعني ما قبله الوفد؟ بس اي نعم 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 عندنا خمس لاعبين، يعني خمس. نعم. لاعبين. نعم. عندنا علي عدنان. صحيح. عندنا سعد ناطق. عندنا. نعم. ريبين. الرجل قال كلهم يحجزوا لهم، قال الوزاره تحجز لهم كلهم، هو ممثل الحكومه وقال نحجز لهم كلهم. نعم. ها ما سمعنا، كان يحجز الوفد كله او اللاعبين كلهم كان يحجز لهم. هو المفروض هيك من البدايه لازم التخطيط يكون مو صحيح. مو بالوقت الحرج، مو بالوقت الحرج انه انا احجز لك. لا يعني منو مسؤول عن التخطيط اخ باسل؟ انا ما اريد احرجك، بس منو مسؤول عن التخطيط؟ هو غير الاتحاد هاي الشغله ياخذها بنظر الاعتبار قبل فتره. هسه استاذ حسام الله يخليك، انه المساله احجز تذاكر للوفد. نعم. اوكي انا احجز تذاكر واحجزها التذاكر قبل اسبوع لكل اللاعبين. زين. اوكي. نعم. اللاعبين هم لازم يتواصلون معايا انه ياهو اللي عجبه التذكره، ياهو اللي غير تذكرته، ياهو اللي ما يريده. لازم باسرع وقت. صحيح. انه نحل موضوعه اذا هو ما يريده. أه. مو اخر يومين من السفر واحنا جايين انه انا ما اجي على التذكره الا تكون بزنس. يعني هو باللحظه الاخيره طلب هالشيء هذا مو من البدايه. اي فعلا فعلا فعلا، يعني هي هاي مشكله، وما اجي يعني ما اجي الا بزنس، هذا شرط، هذا يعني يشرط، فهاي مشكله. يعني اي مدرب يقبلها؟ قول لي اي مدرب يقبلها؟ لاعب يشرط عليه اي مدرب؟ لا احنا ما نقبل اللاعب يشترط، ولكن بالمقابل اللاعب هم له حق انه يجب يوصل براحه. انت ايضا لاعب دولي سابق وعايش مع انت اللاعب، مو يجي على رجل الاعمال، مو يجي على بزنس، وانما يجي على فيرست كلاس. نعم. انا كل الحب لكل اللاعبين، لان اللاعب هو ثروه وطنيه. أكيد. ولازم احنا نقدره ونتعامل معه
باحترافيه. والله يا اخ باسل نتمنى ان المنتخب الوطني وكل المنتخبات الوطنيه ان شاء الله يكون لها طائره خاصه وتنتقل، لان هذول يمثلون الوطن، يمثلون البلد اكثر من ما يمثل السياسيين، اكثر من ما يمثل النواب اللي يحزوا لهم درجات اولى. اي طائره خاصه، الله يخليك، اي طائره خاصه احنا نطلبها، احنا طلبنا طائره خاصه ودتنا البحرين. نحكي على المستقبل كابتن باسل، نحكي على الامنيات، هاي امنيات يعني، هاي الامنيات نعرف الوضع هنا. يعني قدموا الاتحاد لمحكمه وغرموه 30,000 دينار، 1000 دولار يا اخي، على مود الطياره خاصه من الحكومه. من الغرمه؟ يعني سيد الوزير. ها؟ من الغرمه؟ الحكومه. ليش؟ الحكومه ما قانون الدوله ما يسمح انه طياره خاصه. اي بس هذا واجب الحكومه انه تشوف تخريجه لهذا الموضوع. الكره في ملعب الحكومه ايضا، يعني احنا من نصوت الاتحاد. إيه؟ اكيد هي الفلوس اللي انا دا اقول، انا دا اقول على الحكومه يعني، على اي اتحاد، هو هذا منتخب وطني دوله. اكيد اكيد. المهم ان شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخب. لو مشتري تذاكر للاعبين كانت ارخص. صحيح صحيح. اذا هي القضيه بحاجه الى معالجه ان شاء الله بعد انتهاء هذه المباراه، ونتمنى التوفيق للمنتخب الوطني. من بانكوك المدير الاداري للمنتخب الكابتن باسل غورغيس، شكرا جزيلا على هذه الايضاحات. شكرا.